تلون بالهنا الدنيا، وضحكتنا تحليها، سكاكر محلى بسمتنا مع نسعد تهديها. تلون بالهنا الدنيا حياتي بالأمل حلوة، شعور الحب يمليها، سحابة تمطر السلوى تجملها وترويها. فصول العمر مختلفة بكل قصة نلاقيها، نعيش فرحها مرة ومرة الحزن يكسيها. تلون بالهنا الدنيا وضحكتنا تحلي، مواقفنا تعلمنا وللأحباب نرويها، ومنها ناخذ العبرة نذكر بعضنا فيها. سعادتنا بدنيتنا ختام الصبر نجنيها، نعيش أيامنا الرحبة ومعنى الخير يضويها. يلون بالهنا الدنيا الدنيا تحليها، محلى بسمتنا مع نسعد تهديها. سكاكر محلى بسمتنا مع نسعد تهديها. حليتي واجب الرياضيات؟ إيه حليت الحمد لله. طيب ممكن استعير كتابك شوي؟ أبين قضى إجابتك قبل لا تجي المعلمة. طيب يا رند كيف تقولين شيء أنت مفهمته؟ أنت عطيني وأنا أتصرف. أعطيك إياه ما في مشكلة، بس ترى هالشيء بضر في المستقبل وقت المذاكرة والاختبارات. يوه خلاص ما بيني شيء. ها وش قالت؟ تقول ما رح أعطيك شيء لا أنت ولا ترى، المفروض تذكرون وتتركون عنكم مركزة. هالأنانية الغلطان معتبرتها واحدة من صديقاتي. هي صد كانت راح تعطيني، بس يوم دارت انك معي بطلت. يعني قصدتني؟ ما ادري عاد. وبذلك يصير المجموع 35. مين يعطيني مجموعة المسألة الثانية؟ تفضلي يا أبرار. 42. أحسنتي، صفقونك. الشاطرة قدام المعلمة، أنا أوريك فيها اليوم. تعالي عندي بالبيت وشلون تصرف معه. ترف، أعطيني جواب المسألة اللي بعدها. 20. الايباد عن جنب وكلميني. خلص القرنة بس. خلي الايباد عن جنب وكلميني، انا ودي اعرف ليش هالحقد من ابرار علي. يا ليتها على الحقد بس، ما شفتيها وهي ميتة ضحك منك جاوبتي غلط. طيب اسمعين وافتحي اذنك زين. Two, three, four, five, six. Where's six? Six. حتى على دار. أوكي. وخلصنا منك يا حلا. لعنة، عندك واجبات؟ ما عندنا واجبات. أستاذ تسألنا عن الدرس الجديد. الدرس الجديد. أوكي.
أستاذة تسألكم عن موضوع النميمة. النميمة؟ إيه، يعني هو نقل الكلام بين اثنين عشان يسوي بينهم مشكلة. طب ليه؟ يمكن حاسد، يمكن حق، ما أدري. أمي تقولي العشاء. خلينا نتعشى بعدين نكمل. خذي. نتعشى بعدين نكمل. جيناكم أعطتينا حلا مرة يجنن، من وين جبتوه؟ أي واحد؟ ذاك اللي بالعلبة الزرقاء. إيه ماما جابته من خلاص خلاص بعدين بعدين. شكلك ناسية كتابك. لا استاذة، قبل شوي ذاكر منه انا ورد حتى اسمي. ايه استاذة. طيب دوريه يا ترف. استاذة انا كأني شفت ابرار تخدم فوق الطاولة بالفسحة. انا لا ما اخذته، كنت جالسة اراجع ولا تحركت من مكاني. طيب دوري عندك، يمكن اخذتيه وناسية. اصلا باخذه ليش؟ لو اخذته اكيد بستأذن. هذا هو كتابي. والله استاذة ما ادري كيف جاب شنطتي. اذا تبين اساعدك قولي، بس تسرقين عيب. بس انت وياها لما تنتهي الحصه تعالي للوكيله يا ابرار، ولا تاخذين شيء من احد بدون استئذان. افتحوا على الدرس. فيني كذا، انا وش سويت لكم؟ والله عاد اسالي نفسك والبادي يض. وانا وش سويت وتسالي بعد؟ أقول اليوم بجي بيتكم ونلعب سوا، تمام؟ أقول أنت ما تطفشين، كل شوي جاية عندي، اجلسي ببيتكم شوي. شاطرة وبتوردك برضة ثانية، بس أنا رفضت وقلت مستحيل. وانت ليه تقولي لي هالكلام؟ ها؟
أن ابني ضميري فقلت عنك باي. بذكرها أحسن. ولك عاية تدقين بعاد. حنا قبل ما نتكلم صديقات، وعشان خاطر الصداقة ودي أسألك وتأكد. لا ما قلت كذا، وأنا سويت هالشي عشان اللي سويتيه معي. لا أبد مو صحيح اللي صار، ومستعدة أثبت لك. ما أدري رد، أفكر أعتذر من أبرار اللي سويت لها أمس. مجنونة هنتي، هذه وهي ناوية فيك شر. ناوية شر؟ إيه، أمس جتني وكلمتني وقالت لي إنها راح تسوي فيك نفس ما سويتي فيها. الله يسامحها. الله يستر من ترب، ما أدري وش ناوي عليه. أوه، شكلك ما تدرين هالبنت تكرهك. ليش؟ ما أدري، وتكون هالتين عليك الطالبات. صح الكلام يا ترب؟ والله أسألي رند صح ولا لا؟ بقول لك شي يا رند، حنا ما راح نأذيك زي ما أذيتينا، بس بقول إن النميمة حرام، واللي تسوينه هذا يخلي الناس تكرهك وتبعد عنك، وهذا الشيء اللي صار فعلا. انا غلطت اني ما تاكدت وسمعت كلامك. اعتقد اللي صار درس لها ولا نكسى عليها اكثر. يلون بالهنا الدنيا وضحكتنا تحليها، سكاكر محلى بسمتنا معاني سعد تهديها. يلون بالهنا الدنيا دنيا وضحكتنا تحليها، سكاكر محلى بسمتنا معاني سعد تهديها. حياتي بالأمل حلوة، شعور الحب يمليها، سحابة تمطر السلوى تجملها وترويها. فصول العمر مختلفة بكل قصة نلاقيها، نعيش فرحها مرة ومرة الحزن يكسيها. يلون بالهنا الدنيا وضحكتنا تحليها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.